ومشاهدينا الكرام ينضم إلينا أيضا الدكتور رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية. أهلا بحضرتك يا دكتور. نتحدث عن الجهود المصرية ونتحدث عن أهمية مصر للسودان وأهمية السودان بالنسبة لمصر. منذ بداية الأزمة السودانية تحركت الدولة المصرية وعلى مستوى الحدث بإجراءات دعم متكاملة تمت من خلال مسارات معينة وبمحددات أساسية كانت أهمها حفاظ الدولة المصرية دائما على أو رغبتها في الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة السودانية والانحياز لها والانحياز لإرادة الشعب وللأمن والسلم. بينما المسارات الثلاثة تمثلت في مسار أول كان خاص باستيعاب الأزمة، وحرصت مصر على إجراءات أمنية حدودية توفر أمن للمنطقة وللسودان في هذا التوقيت، واستيعاب أعداد اللاجئين والفارين والنازحين، والمساهمة في مسارات آمنة داخل السودان، وعملية المساهمة في إجلاء الرعايا المصريين والأجانب، وتوفير مزيدا من الأمن للمواطنين المدنيين السودانيين الذين لم ينزحوا أو يخرجوا من السودان. بينما المسار الثاني كان مسار متعلق بالدعم، وقدمت مصر كل الدعم الممكن للدولة السودانية وللمواطنين السودانيين الموجودين في مصر، وساهمت في التواصل مع الأطراف الداعمة الأخرى لتأمين وصول الدعم إلى السودان. ثم المسار الثالث وهو الأهم والأكثر احتواء، وهو التداخل السياسي الذي تحاول مصر من خلال آليات التواصل مع كافة الأطراف ومن بينها دول الجوار، أملا في إنهاء الأزمة وإحلال الأمن والسلم والرجوع بالسودان مرة أخرى إلى مربع بدء العودة لدولة السودان كما يجب أن تكون. نعم، دعنا نتحدث أيضا عن أهمية أن يكون من ضمن الرؤية المصرية لخروج السودان من هذه الأزمة هو بالتأكيد وقف التصعيد، البدء في مفاوضات جادة، إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة كافة القوى. أهمية هذه النقطة، فكرة وقف العدائيات بشكل كامل، الصراع بشكله المباشر كصراع عسكري مسلح ما بين القوات المسلحة السودانية والمؤسسة الوطنية الرسمية المنوط بها حماية سيادة وأمن الدولة، وبين ميليشيات خارجة عن هذا الإطار، هي الفكرة الأساسية. أولا لابد من إيقاف مباشر للعمليات على الأرض، ثم يلي ذلك عملية سياسية متكاملة دائما من وجهة النظر المصرية تحاول أن تستوعب كافة الأطراف المؤثرة وأطياف المجتمع، وأن تكون هذه العملية أولا مستدامة نهائية وتستوعب كل الإطارات في السودان أو كل الأدوار المرجحة للمجتمع السوداني أو مكونات المجتمع السوداني. نعم. طيب دكتور رامي، وقت انعقاد مؤتمر دول جوار السودان كان العالم كله أيضا ينظر إلى هذا المؤتمر تحديدا، لأن عندما يكون هذا المؤتمر بينعقد في مصر وبرعاية مصرية، وفكرة أن يكون هذا المؤتمر هو خاص بدول جوار السودان تحديدا، أهمية هذا الأمر وكيف رأيته في هذا التوقيت؟ على الأغلب سوف تنتهي الأزمة السودانية بخير إن شاء الله، وسوف يكون لآلية دول الجوار التي اقترحتها مصر وقامت بها سبب رئيس في حل الأزمة. فكرة أن تستوعب مصر وهي دولة الجوار الأهم والأبرز للسودان بالإضافة إلى 6 دول أخرى للسودان، استيعاب هذا المنتدى أو هذا اللقاء أو هذه الآلية الحوارية والوزارية اللاحقة لاستيعاب أو توحيد الرؤية الموحدة، لأن هذه الدول جميعها تشترك في أنها أولا متضررة من الأزمة السودانية، ثانيا ذات مصلحة في إحلال الأمن والسلم في السودان، ثالثا كل هذه الدول وفي مقدمتهم مصر تمتلك أدوات فاعلة على الأرض داخل المجتمع السوداني للتمهيد للحل وإطفاء روح من الموائمة بين الأطياف السياسية المختلفة. نعم. طيب من ضمن الأمور أيضا التي تتم بها مصر جدا هو فكرة المساعدات وتأمين وصول المساعدات والممرات الأمنة لوصول المساعدات إلى المتواجدين في السودان في الوقت الحالي الذين يمرون بأزمة في هذا التوقيت. أيضا فكرة أن يكون هذا من ضمن الأولويات والاهتمامات الكبرى بالنسبة لمصر، تعليق حضرتك على هذا الأمر. في كل الأزمات التي تتدخل مصر فيها بهدف إحلال الأمن والسلم طبع مصر مصلحة المواطنين أو الشعوب في مقدمة كل شيء. الشعب السوداني يعاني من ويلات حرب لم يكن طرفا فيها، وهو بالأساس كان يعاني من قبل هذه الحرب منذ قيام الثورة السودانية في 19، وبالتالي وجود مصر في هذا التوقيت هي محور مؤثر جدا في توفير المساعدات العاجلة واللازمة والمباشرة لكافة الأطياف السودانية التي لم تغادر الدولة السودانية، ومنها من قاموا بالنزوح الداخلي.
وفكرة تأمين وصول هذه المساعدات هو يستلزم جهد وقدرة وعلم بتفاصيل الأمور داخل السودان، وهو ما تقدر عليه مصر. لذلك مصر مثلت محور وممر آمن لوصول هذه المساعدات، سواء مباشرة من مصر أو غير مباشرة عندما تأتي من دول أخرى مانحة. نعم، هذا فيما يتعلق بمن هم متواجدون في السودان. دعنا نتحدث عن الذين نزحوا من السودان في ظل هذه الأزمة، واستقبال مصر للنازحين من السودان بكافة الجنسيات، سودانيين وغير سودانيين، وأيضا لجوء عدد ليس بالقليل من الدول إلى مصر حتى يكون هناك نازحين لهذه الدول يأتون إلى مصر ثم بعد ذلك يتوجهون إلى بلدانهم. الفارين إلى مصر من ولايات الحروب والأزمات واللجوء السياسي وأنواع اللجوء الأخرى تستوعبهم مصر دائما، لكن لا يوجد عدد في مصر يماثل عدد الإخوة السودانيين. هم كانوا 4.5 مليون قبل الأزمة، وفي أثناء الأزمة ووفقا لبعض البيانات من يعني رؤساء الجاليات السودانية في مصر بلغ العدد قارب 1 مليون فار سوداني. وهذا الفار يحتاج مجهود كبير، أو اللاجئ يحتاج مجهود كبير من الدولة المستضيفة وهي مصر، لأنه يحتاج استيعاب أولا نفسي وطبي ومكاني ولوجستي ومالي، وكل هذه الأمور تمت منذ اللحظات الأولى عبر معبر مصري لم يكن مهيأ من الأساس لاستقبال هذه الأعداد، ولكن مصر تعاملت مع الملف بخلية أزمة توصلت فيها كافة الإدارات المعنية والوزارات المعنية والجهات المعنية لتوفير دخول آمن لهم، أولا يحافظ على أمنهم وعن أمن الوطن ويحافظ أيضا. وكانت الوسائل المستخدمة كل الوسائل برا وبحرا وجوا. بالتأكيد. نعم. نعم دكتور رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة، جزيل الشكر.